أما بالنسبة لرجال الدين الأحبار والرهبان فقد حذر من خطورتهم، وحذر أقوامهم أن يقبلوا سلطتهم المفترات بسم الله، وذلك حين قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهل هذا المورد خاص بأهل الكتاب؟ كلا، إنما أتى هذا الوصف تحذيرا للمسلمين حتى لا تتفرق بهم السبل عن سبيل الله فيتخذوا علماءهم أحبارا كما فعلت اليهود والنصارى.